ما هي معاناة المواطنين؟ كيف يعانون في ظل انقطاع الكهرباء، خاصة في الأوقات التي نعيشها الآن؟ العالم يشهد درجات حرارة مرتفعة جدا. المواطن يعني بين أن تقول هو مغلوب على أمره وبين أن تقول أنه هو جزء من المشكلة. يعني المواطن هو من انتخب هذه الحكومة وعليه أن يتحمل مسؤولية قراره، لكن مغلوب على أمره. أنه يعني ما الذي يفعله؟ مجرد أنه سينتخب وعليه أن يتحمل نتيجة قراره وانتخابه. هل يستطيع أن يفعل شيء؟ لا، سوى الخروج إلى الشارع ثم يبدأ بشتم الحكومة وشتم دوائر الكهرباء، وأحيانا تخرج الأمور عن السيطرة فتبدأ عمليات تخريبية، لكن بالنتيجة المشكلة لن تحل. ما هي الخطوات المقترحة لمواجهة هذه الأعمال التخريبية أستاذ علي؟ الحكومة تحاول أن مثلا يعني تنشر قوات أكبر قرب أبراج الطاقة، لكن هذا لا يحل المشكلة. يعني تنظيم الدولة موجود في هذه المناطق الصحراوية ويستطيع أن يعني يختار أي مجموعة أبراج ويتم ضربها، وعملية تدمير هذه الأبراج ليس بالعملية الصعبة، لكن عملية إصلاحها هي العملية الصعبة، ثم بعد ذلك يضرب. وهذه إحنا كل سنة هذه المشكلة تحصل بهذه الطريقة، إضافة إلى الضغط الشديد على مولدات الرئيسية يؤدي إلى حصول حوادث حرق، أو أحيانا يتم حرق بعض المحطات للتغطية على السرقات اللي تصير في المحطات هذه. نعم، هل تعمل الحكومة على تحسين جودة هذه المحطات بطريقة أو بأخرى لتصل بشكل أفضل؟ طبعا المسؤولة في هذا الأمر هي وزارة الكهرباء، لكن وزارة الكهرباء يعني هي تتسابق مع بعض الوزارات في الحصول على المركز الأول. من أفسد وزارة؟ هل هي وزارة الكهرباء أم وزارات الأخرى؟ وزارة فاسدة، لا يوجد أي تحرك نحو إصلاح هذا الأمر، لأنه الوزير فاسد ومدراء أو وكلاء فاسدين، فكيف سيحلون هذه المشكلة؟ هذه بالنسبة لهم يعني فرصة محدودة للسرقة، هو يريد أن ينمي المال اللي يسرقه، فكيف سيحل هذه المشكلة؟ هو لم يأتي ليحل هذه المشكلة. إضافة قد يكون إنسان غير كفؤ أو ليس له علاقة في هذا الموضوع، نعم، لا يعرف كيف يحل هذه المشكلة. بالنسبة للمسؤولين في وزارة الكهرباء كما ذكرت أنهم يأتون بطرق بالواسطة وما إلى ذلك، نعم، للسرقة وغيرها، هل من الممكن أن يكونوا هم من يقومون بتفجير تلك الأبراج أو مولدات الطاقة للحصول على مخصصات لإصلاحها أو بذريعة إصلاحها؟ هذا الأمر وارد، يعني هذا الأمر كثير حصلت هكذا حالات. يعني الآن إحنا عندنا مثلا محطة كبيرة في البصرة، هذه المحطة لو جئت على الورق ترى أنه هذه المحطة تم صرف مثلا مليار دولار على هذه المحطة. لو جاءت أي لجنة تفتيشية أو لجنة نزاهة وفتشت ستجد أنه المصروف في هذه المحطة لا يتجاوز 50 مليون دولار. أين ذهبت 950 مليون دولار؟ فأفضل طريقة للتغطية على هذه السرقة عود ثقاب بسيط، حريق بسيط، وهذه كلها مواد قابلة للاشتعال، فيحصل حريق ضاعت معالم الجريمة. وهكذا يحصل في كل الوزارات، يعني كل وزارة لو ترى تاريخ الوزارات كل وزارة دائما الحريق يصير مثلا في غرفة يكون فيها مكان العقود والمقاولات دائما، وتطلع الحكومة تقول تماس كهربائي. بما أن انقطاع الكهرباء دائما ما يتهم به الدولة، هل تعتقد الدولة أن هناك من يقوم بهذه التصرفات لإثارة الشارع والشعب ضد الحكومة؟ لا، الحكومة مطمئنة أنه الشعب لا يستطيع أن يفعل شيء، هذه شعوب ميتة. لو كانت هناك شعوب حية ما جلس هؤلاء على الكراسي، ما استخفوا بعقول الناس. حقيقة المشكلة ليس في الحكومات، المشكلة في الشعوب. هذا الخنوع، هذه الجلسات التفرج على الحكومة وهي تسرق وتنهب وتدمر البلد. لو كانت هذه الشعوب شعوب حية ما قبلت من هؤلاء السراق واللصوص أن يفعلوا هكذا، فعليها هذه الشعوب أن تتحمل نتيجة خنوعها وسكوتها.
كما ذكرت أستاذ علي، هذه الشعوب مغلوبة على أمرها أصلاً، ماذا ستستطيع؟ هذا ذنب، هذا ذنب وليس عذر. الشعوب مغلوبة على أمرها، هذا ذنب وليس عذراً لهم. وإلا لو الشعوب الحية، الشعوب الحية لا تقبل لحكامها أن يظلموها، لا تقبل لحكامها أن يسرقوها، لا تقبل لحكامها أن يضطهدوها، بالنتيجة كل المصائب راح تأتي على رؤوس الشعوب. رأينا ماذا يحصل في إذا ثار الشعب على حكامه، ما المطلوب منهم لكي يتفادوا ذلك؟ شو تاريخ البشرية، اقرأ تاريخ البشرية، الأمم العظيمة ما أصبحت أمم عظيمة إلا بكم كبير من الخسائر الشعوب عليها أن تتحمل تضحيات حتى تصل إلى الهدف المنشود. في نهاية هذه الحلقة لم يبقى لي إلا أن أشكرك أستاذ علي الشمري المحلل السياسي. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة. المنتصف لم ينتهي، في بعد الفاصل إن شاء الله سنكمل. السلام عليكم.